صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. فهذا اليوم الجميل يوم الاثنين اللي يحبك الاثنين، أول يوم من هذا الأسبوع والجو برد، بداية أسبوع جميل، أسبوع بارد، الجو ما شاء الله ينن، بلادنا بكبرها تينن، بلادنا الإمارات الحبيبة، وإحنا نطلع عليكم من هذا البلد المعطاء اللي دائما ندعو رب العالمين يديم علينا نعمة الأمن والأمان ونعمة الجو الجميل اللي تشجعنا دائما إحنا نطلع برا على البيت نستمتع بالأجواء، بالممشى، بالبار، بالحدائق. عندنا في بلدنا الإمارات أجمل شتاء في العالم، ونحن نطلع عليكم في هذا اليوم البارد عن طريق برنامجكم برنامج صحة وسعادة اللي يطلع عليكم كل أسبوع من الأثنين إلى الجمعة عن طريق إذاعة المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. وطبعا دائما يسعدنا تواصلكم سواء عن طريق رسائل النصية أو عن طريق الاتصال على 6005514144 والرسائل النصية على 4000 006 نسيت الرقم على 4006. ما علي، الجو شي شتتني اليوم ما شاء الله، يعني صراحة أي حد كان عنده أي عذر قبل أنه ما بيسوي رياضة، ما بيتمشى، حار، اليوم الجو فعلا شتاء جميل لممارسة أي رياضة تحبونها، المشي، بس احرصوا طبعا أنكم تدفون عدل، أهم شيء على قولت أمي الله يحفظها دائما لازم تغطون خشمكم وحلجكم عشان ما تمرضون تغطون رأسكم. وطبعا برنامج صحة وسعادة دائما يحرص أن ينقل لكم المعلومة الصحية عشان تكونون دائما صحة وسعادة، ودائما تعودتوا عندنا أكثر من فقرة. طبعا الفقرة الأولى دائما تكون عن آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية، بعدين آخر مستجدات وسائل التواصل، وعندنا فقرة التغذية اليوم موضوع جدا مهم أنا روحي يعني يهمني، اللي هي فقرة عن السعرات الحرارية وكيفية حسابها وفهم معدلاتها، والفقرة الأخيرة بتكون عن الخدمات التي يوفرها مستشفى راشد لمرضى القلب. نبتدي دائما وابدا بالخبر. الخبر اليوم أو الدراسة تقول 8 علامات تشير إلى الإصابة بالأرق. نحتاج جميعا طبعا إلى نوم جيد للحفاظ على صحة عقولنا وأجسادنا، لذلك تحاول دراسات عدة تقديم طرق بسيطة وسهلة التطبيق لتحسين نوعية النوم، مثل تناول أطعمة محددة واعتماد روتين نوم صحي، ويكافح البعض من حين إلى آخر من أجل الحصول على ليلة نوم جيدة، ولكن هذه المشكلة قد تكون ثابتة أو خلينا نقول متكررة لدى البعض الآخر. وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، فإن عدم القدرة على النوم لمدة تقل عن 3 أشهر يسمى الأرق قصير المدى، بينما يطلق على عدم القدرة على النوم ل3 أشهر فما أكثر الأرق طويل الأمد. والهيئة الصحية توضح أن الأرق يعني أنك تعاني من مشاكل في النوم بانتظام، وعادة ما تتحسن عن طريق تغيير عادات نومك. وتكشف الهيئة أن هناك 8 علامات أساسية تشير إلى الإصابة بالأرق. شو هي؟ أولا صعوبة الاستغراق في النوم، بعدين الاستيقاظ عدة مرات خلال النوم، يعني الناس نام عادي بس خلال طول الليل تنش أكثر من مرة، القلق الدائم بشأن النوم، يعني في ناس طول النهار تقول يا ترى اليوم برقد عدل، بيني نوم ما بيني نوم، هذا القلق الدائم. أيضا الاستيقاظ مبكرا ولا يمكنك العودة للنوم. طبعا استيقاظ مبكرا مو قصد 6 الفجر أو 5 الفجر، لا، ناس تنش 2-3 الفجر ويصعب عليها تواصل النوم. وأيضا الشعور بالتعب بعد الاستيقاظ من النوم، في وايد من الناس قد يقول لك أنا أنام 8 ساعات لكن أنش الصبح أحس عمري كأني نمت بس 2 ساعة. ليش؟ لأن تكون جودة النوم غير جيدة، فصح ونام 8 ساعات لكن أنش كأنه ما أخذ كفاية من النوم. وبعد من العلامات الثانية صعوبة في الحصول على قيلولة أثناء النهار، والله أنا صعب أحصل قيلولة، هاي يعني عندي أرق حتى وإن كنت متعبا. بعدين تشعر بالتعب وسرعة الانفعال أثناء النهار، وتجد صعوبة في التركيز أثناء النهار لأنك متعب. يحتاج كل شخص طبعا فترات مختلفة من النوم، وينبغي على البالغين في المتوسط النوم من 7 إلى 9 ساعات. أنا أشجع صراحة 8 ساعات، لازم يكون الجميع ينام 8 ساعات كل يوم، بينما يحتاج الأطفال 9 إلى 13. كم؟
9 إلى 13 ساعة يوميا. اللي هالي ينامون ساعة 11 من الليل يا جماعة ما نبيها ينام ساعة 11 من الليل، 7:30 8 خلاص هو متأهب للنوم. بينما طبعا الرضع 12 إلى 17 ساعة من النوم يوميا. فتشوفون يا جماعة يعني معدل النوم ومو بوايد، يعني لو حسبنا احنا خلال 24 ساعة قاعدين يعني تقسمنا وقتنا خلال 24 ساعة، 7 إلى 9 ساعات من النوم يعني خلينا نقول يعتبر خلينا نقول ثلث وقتنا لازم نقضيه في النوم، لأن النوم شيء أساسي لتجدد طاقتنا، تجدد خلايانا، قدرتنا على الإنجاز. لو ما نمنا عدل ما نقدر ننجز خلال اليوم. ومن النوم والأرق، وهذه نصيحة لأي حد يعاني من الأرق، أن يتوجه إلى طبيب الأسرة يشرح له مشكلته، يحصل على تحويله إلى مختلف التخصصات. يعني النوم مشكلة خلينا نقول لا أكثر من فرع، قد يكون يحتاج تحويل إلى نفسية، قد يحتاج إلى تحويل طبيب أعصاب، قد يحتاج إلى تحويل لعيادة النوم. ففي أكثر من تخصص في موضوع النوم، فلا نتسال في موضوع النوم يا جماعة. ومن النوم راح نروح لفقرة السوشيال ميديا، وفقرة وسائل التواصل الاجتماعي. لدينا اليوم العديد من الأخبار والمعلومات مع الزميل أسماء الجناحي. صباحك وردي أسماء. صبحتم الله بالنور والسرور دكتورة، عليكم وعلى كل المستمعين ذات نور كبير. حياك الله يا أسماء، خبرينا شو عندنا من أخبار ومعلومات على منصات وسائل التواصل. نحن اليوم موجودين في معرض الصحة العربي، هو يعتبر أول معرض أو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيضا ثاني أكبر معرض طبي على مستوى العالم. تقريبا نحب بناخذ المتعاون، نتمنى من الجميع يتابعون قنوات التواصل الاجتماعي، ونحب نحط الخدمات الموجوده في منصات هيئه الصحه بدبي. ممتاز. ايضا من ضمن الاشياء الحين عند الاشياء اللي حاطينها سابقا في سرعة الازعاج، بس نحن لنا في المعرض كنا حاطين مجموعه من الاشياء، ان مثلا كم لتر من الماء الواحد يحتاجه في اليوم، في معادلة رياضية أو حسابية يقدرون يسوونها حسب الوزن. فكم شخص يحتاج يشرب، بنقول مثل الماء بالليتر، ناخذ الوزن بالكيلوغرام نضربه في 0.033 بيساوي الماء، نسبة الماء اللي يحتاجه الشخص حسب وزنه باللتر. ودائما احنا نشجع في فترة الصيف انه الواحد يشرب كمية اكثر، لكن في الشتاء ممكن ان الجسم ما يعني ما الواحد ما يعرق وايد. صحيح. ايضا من ضمن الاشياء اللي كنا حاطينها في قناه التواصل الاجتماعي، التسوق من المتجر الغذائي وكيف التسوق الذكي. من اهم النقاط اللي احنا دائما ناكد عليها ان شراء الاغذيه المبرده او المجمده يكون في نهايه وحده التسوق، وهذا لضمان يعني او تجنب بقائها خارج الثلاجة مدة طويلة. وأيضا دائما أكد على قراءة مثل ما يقولون البطاقة الغذائية اللي موجودة في الوجبات. والأهم من هذا كله إذا كان عنده أعراض تنفسية ما يطلع من البيت. تقريبا هالأشياء اللي كانت في قناة التواصل الاجتماعي. نتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا لك يا أسماء، ونتمنى لك إن شاء الله نهار سعيد في أرب هيلث. طبعا أرب هيلث مثل ما قالت اسمه احد اضخم المؤتمرات الطبيه على مستوى مو بس الامارات ولكن على مستوى المنطقه. اللي حاب يتعرف على الخدمات الموجوده في منصه هيئه الصحه بدبي ممكن يتوجه الى أرب هيلث، اتوقع في مركز دبي التجاري العالمي موجود، للتعرف على اخر خدمات اخبار هيئه الصحه بدبي، يستقي بعض المعلومات المهمه، يشوف ما هو الجديد. فالمعرض جدا جدا جميل، انا كنت حضرتني يمكن قبل كم من سنة، وايد يكون جميل وفي أحدث ما توصل إليه عالم الطب. ومن آخر أخبار السوشيال ميديا أو منصات وسائل التواصل الاجتماعي، نقول لكم رح نطلع إن شاء الله فاصل، وبعد الفاصل بتكون عندنا فقرة جميلة، فقرة التغذية، تتكلم عن السعرات الحرارية، كيفية حسابها، كيف نعرف عدد السعرات الحرارية نحتاجها وتدخل جسمنا، وهذا موضوع جدا جدا مهم، خصوصا إن كثير من الناس ما تقرأ البطاقة الغذائية الموجودة خلف المنتجات الغذائية. يعني كل منتج غذائي وراء فيه بطاقة غذائية تحسب لك عدد السعرات الحرارية. فراح يكون معانا إن شاء الله الأستاذ مريم العلي، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. هذا بعد الفاصل، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا.
صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. مثل ما قلنا قبل الفاصل, فقرة التغذية اليوم تتكلم عن السعرات الحرارية. طبعا السعرات الحرارية ومستواها ودرجاتها أصبحت من الأمور التي تشغل بال الناس كثيرا, خاصة الباحثين عن اللياقة البدنية والراغبين في خفض الوزن والساعين للتخلص من السمنة المفرطة. لكن ما هي السعرات الحرارية وكيف نحسبها وكيف نقرأ ما يخصها من المعدلات المدونة على المنتجات الغذائية وغير ذلك من استفسارات تجيب عليها ضيفتنا الأستاذة مريم العلي, اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. صباحك ورد أستاذة مريم. أسعد الله صباحك دكتورة ندى, وأهلا وسهلا متابعين الكرام. حيات الله. أول شيء عسرين نعرف المستمعين شو معنى السعرات الحرارية. نعرف أنها أشياء شريرة, لكن ما هو تعريف السعرات الحرارية العلمي؟ بالعكس, يعني لو الواحد يعني يهتم فيها يعتبر هو مفتاح النجاح في الحفاظ على الوزن وحفاظ نفسه من وقاية نفسه من الأمراض. نبتدي في البداية تعريف السعرات الحرارية, والتعريف العلمي يقول أنه عبارة عن كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من الماء بدرجة مئوية واحدة. ولكن التعريف الشامل والأبسط اللي هي تعتبر هو وحدة قياس كمية الطاقة في الطعام, واللي من خلالها يتمكن جسم الإنسان من الحركة والقيام بأنشطة اليومية من خلال اللي هو أي نشاط يومي, سواء الحركة, الرياضة, التنفس, النوم, هاي الأمور كلها بشكل عام. ويعتبر طبعا معرفة كمية السعرات الحرارية بالأغذية هي تساعد الإنسان, يعني معرفتها يعتبر مثل ما قلنا مفتاح النجاح للحفاظ على الوزن, والتأكد من أنه يستهلك الكمية اللي يحتاجها جسمه. ممتاز. أستاذة مريم, شو المقدار الطبيعي اللي يحتاج الشخص من السعرات الحرارية بشكل يومي؟ هل يختلف من شخص إلى آخر وحسب العمر؟ نعم بالضبط. في طبعا هناك أمور, فيه المتوسط السعرات الحرارية هل الشخص البالغ نحن ممكن نعتبرها تقريبا, الرجال يختلف على النساء, والتغير يعتمد على العمر, الوزن, الطول, التاريخ الصحي, النشاط البدني, هاي الأمور كلها لها دخل في تحديد السعرات الحرارية. بشكل عام ممكن نقول السعرات للناس البالغين, ممكن الرجل سعرات الحرارية اليومية ممكن تكون من 2200 إلى 2500 سعر حراري, ويعتمد مثل ما قلنا على نشاطه البدني في الغالب. ولكن هناك حسابات نحن نسويها تعتمد على معدل الأيض الأساسي للشخص, وكتلة الجسم كذلك تكون مهمة لنا أن نحن نعرفها. معناه لو الشخص يبغى يعرف, يعني مثل ما تذكرتي أستاذة مريم, يعني يفرق بين شخص إلى ثاني, قد يكون شخص يقولين له 1500, في ناس ممكن 1700, في ناس 2000, فكيف ممكن واحد يعرف؟ هل لازم يزور أخصائي التغذية وأنتوا عندكم يمكن جهاز أو معادلة معينة تطلع أن كم معدل الحرق أن هذا الشخص, بالتالي كم سعرة حرارية يحتاج؟ نعم بالضبط. يعني إذا الشخص مهتم في هاي الأمور وحاب فعلا أنه ينزل وزنه بشكل منتظم يزورنا, ولازم يراجع مع أخصائية التغذية يتعرف عليها كيفية حساب السعرات الحرارية لنفسه. ممتاز. كمية السعرات الحرارية اللي المفروض يستهلكها خلال اليوم. ممتاز. في مقولة دائما دارجة بين الناس, يعني في حد يقول لك أنا أصلا جسمي يحرق بسرعة, وفي ناس يقول لك لا أنا مهما أسوي ما رح ينزل وزني لأن جسمي ما يحرق السعرات الحرارية بسرعة حتى لو كان نشاطهم بدني متساوي. فشو رأيك في المقولة؟ هل فعلا في أجسام طبيعتها تحرق, معدل الحرق عندها أعلى من أجسام أخرى؟ أيوة بالضبط. هذا السؤال جدا مهم.
في الغالب يمكن يكون فيه بعض الأحيان في ناس جيناتها هي والمعدل الأيض يلعب دور كبير في الجينات، ولكن هذا ما ناخذه نحن في أشياء كثيرة غيرها الواحد غافل عنها. أول شيء اللي هو نحن نطالب دائما بالفحص الدوري، ممكن الشخص يعاني من مشكلة صحية وهاي المشكلة الصحية هي اللي مأثرة على ثبات الوزن وعدم نزوله. ممكن نقول هاي المشكلات ممكن تكون نقص الحديد، ممكن يكون فيه نقص في فيتامين دال، ممكن يكون فيه خمول في الغدة الدرقية، تكيس المبايض، مقاومة الأنسولين، في أسباب ثانية اللي هي عدم ممارسة الرياضة نهائيا، في ناس ما تمارس رياضة، وفي ناس اللي تمارس رياضة بعد يجون يقولون والله وزنه ما ينزل. شو السبب؟ هذا طبعا يعتمد، هو يكون وزنه نازل ولكن ممكن يكون كمية العضل عنده هو اللي خذ مكان، يعني نزل الدهون ولكن العضل هو اللي زاد عنده، فهذا معناته شيء صحيح، يعني اللي ماشي عليه صحيح ويواصل ورح ينزل وزنه. وكذلك عندنا مثلا العادات اليومية اللي الواحد يتبعها وهو ناسي، يعني ممكن هو يهمل الوجبات ولكن ياس يلقط مني ومنك ومو بحاسب عمره ويقول أنا ما ياس آكل وجباتي ووزني ما ياس ينزل. كذلك عدم استهلاك كمية كافية من البروتين، هذا ممكن يكون سبب من أسباب عدم ثبات الوزن وعدم نزول الوزن. ممتاز. الحين نروح لقراءة، أحببنا طبعا في الناس عندها وعي أكثر بسعرات الحرارية وأهمية قياس السعرات الحرارية تدخل جسمنا، عشان سواء واحد كان يبي ينزل وزنه أو يبي يحافظ على وزنه. هناك دائما بطاقات غذائية أو وراء كل تقريبا أغلب المنتجات الغذائية تخبرنا كمية السعرات الحرارية، يكون مكتوب كيلو كالوري محطوط كالوري محطوط، ف قد بعض الناس يعني ما يعرفوا يفرقون بين الاثنين. شوفك بين كيلو كالوري كالوري، كيف أحسب السعرات الحرارية نأخذها من أي منتج غذائي؟ يعني كيف أقرأ البطاقة الغذائية الموجودة خلف المنتج الغذائي؟ نعم، هذا بعد سؤال وايد حلو وجدا مهم، ونحن ساعين شعارنا نحن دائما أن نحاول نثقف الناس أن كيف يقرون المنطق الغذائي، لأنه جدا مهم. من خلال قراءتك للمنطق الغذائي راح تتعرف على المنتج اللي أنت ماسكنه، هل هو منتج فيه قيمة غذائية ولا ما فيه قيمة غذائية. أول شيء نشوف نحن طبعا هاي في أمور اللي هي تاريخ الصلاحية والإنتاج وهاي الأمور نشوفها، لكن أنا اللي يهمني اللي هو بعد كذلك الوزن، وزن المنتج. ساعات مثلا مكتوب لك الوزن مثلا 50 للمنتج هذا، ولكن على البطاقة الغذائية حاطي لك السعرات الحرارية لكل 100 جرام. صح. الواحد لازم ينتبه لهاي النقطة ويعرف الحسابات. في طريقة جدا حلوة حاليا للبطاقة الغذائية اللي هي ماشيين على إشارات المرور. المهم جدا احنا نتعرف على كمية الدهون وكذلك الدهون المشبعة، الملح والسكر، هاي الأشياء جدا مهمة أن نحن لازم نعرف مدى خطورتها وكميتها اللي موجودة على المنتج نفسه. يعني بالإشارات نحن نقدر نعرف، يعني الناس اللي ما تفهم في الأرقام ممكن الإشارة إذا كانت خضراء معناته أنه هذا يعتبر ذو قيمة غذائية جيدة أو حلوة يعني زينة، وإذا كانت صفرة نقول متوسطة، وإذا كانت حمراء فتكون في الغالب يفضل إن الواحد يتجنبها، بيكون فيها ممكن نسبة دهون عالية. ممتاز. أستاذة مريم، في حين في السوق تلاقي في ميزان متخصص يكتب لك كم نسبة الدهون في جسمك، حتى بعضهم أعتقد يطلع أبليكيشن على التليفون كم عدد السعرات كم عدد الحرق وهالأشياء. هل تنصحين إحنا نجيب مثل هالأجهزة في بيوتنا عشان يعني يكون عندنا دائما أداة لمراقبة الوزن، مو بس الوزن يعني كرقم ولكن
ما أدري كتلة الدهون، معدل السعرات، هل تنصحين بوجود هالأجهزة في المنزل الحين ما شاء الله ضمن الأجهزة الثانية الموجودة في البيت؟ بالضبط، هو حلو أن الواحد يكون عنده جهاز إلكتروني يعرف لك تفاصيل الوزن في الجسم، ولكن يمكن هي شوية أسعارها هاي تكون غالية، يمكن مو كل حد يقدر يجيبها، بس هي الحمد لله متوفرة في هيئة الصحة. نرحب نحن في كل متابعينا إذا حابين يزورون عيادة تغذية يمرون على الطبيب ويأخذون موعد وحياهم الله. ولكن هو جدا مهم مثل ما قلت، يعني لأنه يفصص مثل ما قلت، في رياضيين مثلا يلعبون رياضة ولكن يحسون أن وزنهم ما ينزل، فحلو أن الواحد يعرف في تغيرات، يعني الكتلة العضلية يا تزيد والكتلة اللي هي الدهنية بعد يا ستنزل، فهو شيء حلو أن الواحد يعرف كمية الماء السوائل بعد في نفس الوقت ممكن يطلع لك كمية الماء، فحلو أنك أنت تراقب الماء في جسمك من خلال هالجهاز كذلك. ممتاز. على السريع دكتورة مريم، نذكر المستمعين بخدمات عيادات التغذية الموجودة في هيئة الصحة بدبي. نعم، نحن عندنا طبعا عيادات التغذية منتشرة في كل مدينة دبي، تقريبا عندنا ما يقارب 13 مركز صحي فيه عيادة التغذية. نقدر نحن نمر على العيادة وناخذ موعد بس بزيارة الطبيب، والطبيب من خلال الطبيب يوصف له بالاختبارات اللي المفروض يسويها قبل لا يدخل عند أخصائي تغذية. ممتاز، أنا شاكرة لك أستاذة مريم العلي اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص السعرات الحرارية، وإن شاء الله يكون متابعينا استفادوا من هذه الفقرة وصار عندهم يعني مثل ما يقولش وعي أكثر بأهمية حساب السعرات الحرارية وقراءة البطاقات الغذائية. شكرا لك أستاذة مريم ونهارك سعيد. مثل ما تفضلت أستاذة مريم بخصوص السعرات الحرارية، هاي نقطة جدا مهمة أنا انتبهت لها قبل فترة، لما نقرأ المعلومات الغذائية أو البطاقة الغذائية خلف أي منتج لازم نتأكد الكمية السعرات الحرارية أو القيمة الغذائية الموجودة لكم جرام من نفس المنتج، يعني قد يكون الكيس 100 جرام فيه ومحطوط السعرة الحرارية لكل 50 جرام، فإحنا نقول والله كيس الشيبس هذا كله بس فيه 100 سعرة حرارية أو 150، لكن المحسوب الحسبة اللي محطوطة حق كمية مختلفة عن الكيس نفسه. ومن ضمن بحثي لكيفية يعني حساب أو مو حساب تحكم في كمية السعرات الحرارية، لقيت أكثر من أخصائي تغذية ينصح بضرورة عدم تناول الأطعمة من العبوة مباشرة، يعني مثلا الشيبس، الكورن فليكس، الكاكاو، أيا كان ما نتناول من العبوة مباشرة، لأن صعب التحكم بالكمية أو نحسب نقدر ايش كثر الكمية اللي احنا خدناها. يجب دائما يوضع في صحن عشان أشوف الكمية فعليا، يعني أقايس بعيني الكمية اللي أنا خذها، وإذا حابين مثلا أنتوا يعني عندكم على نظام غذائي شوية شديد وبنزلون وزنكم ممكن تستفيدون من ميزان، وجود ميزان مثلا 50 جرام أو 100 جرام المنتج عشان محافظة على وزنكم. احنا نطلع ان شاء الله فاصل، وبعد الفاصل بيكون عندنا خدمات قسم أمراض القلب في مستشفى راشد، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. طبعا من الأقسام الطبية المهمة التي عززت ريادة مستشفى راشد يأتي قسم الأمراض القلبية، الذي يعد بتقنياته وتجهيزاته وخدماته الطبية والكوادر والكفاءات المتخصصة التي تقوم عليه من الأقسام المعروفة دوليا. للتعرف على القسم بتفاصيله وما يقدمه من خدمات، يسعدني يكون معنا الدكتور أكرم جهاد الريشاني أخصائي أمراض القلب في مستشفى راشد في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتور أكرم. صباح النور، أهلا وسهلا فيك وبمستمعين إذاعة نور دبي. أهلا فيك، صحة وسعادة دكتور أكرم. نبتدي أول شيء في بنبذة عن قسم أمراض القلب في مستشفى راشد، مستوى تجهيزاته ومجموعة الخدمات اللي يقدمها.
بالتأكيد. أولا شكرا لك على إتاحة الفرصة لي للمشاركة في البرنامج القيم. طبعا بالنسبة لمستشفى راشد هو لا يخفى على الجميع أنه هو تم افتتاحه في إمارة دبي في عام 1973 في شهر آذار مارس تقريبا منذ 4 عقود، ولم يتوقف في يوم من الأيام عن مسيرة التجديد والتطوير في الخدمات الطبية، مواكبا بذلك التطور التقني رفيع المستوى الذي وصلت إليه إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استطاعت قادتها وأبنائها أن تتبوأ مركزا حضاريا وعالميا متقدما على الكثير من مدن العالم. من ضمن الأقسام المميزة اللي في مستشفى راشد يأتي قسم أمراض القلب. القسم يوفر الرعاية الطبية عالية التخصص، وهي رعاية مبنية على الأدلة العلمية الحديثة أو الانترناشنال جايدلاين. يذكر أنه في عام 2016 أعيد اعتماد قسم أمراض القلب بمستشفى راشد كمركز متميز لعلاج الاحتشاءات أو الجلطات القلبية، وحصل أيضا على شهادة تميز من اللجنة المشتركة لبرنامج علاج احتشاء عضلة القلب الحاد، وقد تم اعتمادها للمرة الأولى في عام 2009، وكان وقتها أول قسم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصل على هذا الاعتماد الرفيع في هذا المجال. إذا جينا بنتحدث عن الخدمات اللي بيقدمها قسم أمراض القلب في المستشفى، نذكر على سبيل المثال للحصر بالنسبة للحالات الطارئة تتم معالجتها فيها، تشمل طبعا حالات القصور في عضلة القلب أو الضعف العضلة القلبية، الجلطات القلبية الحادة، اضطراب نبضات أو كهرباء القلب، حالات توقف القلب المفاجئة، حالات الإنعاش القلبي الرئوي، حالات الزراعة الطارئة لجهاز تنظيم ضربات القلب، والقسطرة الإسعافية للانسدادات الحادة في شرايين القلب. أيضا هناك معالجة ومتابعة حالات أمراض القلب الخلقية عند البالغين. طبعا هؤلاء المرضى معظمهم لديهم إجراءات جراحية قلبية سابقة في أثناء الطفولة، ولكنهم لا زالوا بحاجة للمتابعة، فيتم تحويلهم من قبل أطباء القلب عند الأطفال إلى أطباء القلب لدى البالغين، ممن لديهم تخصص نوعي في متابعة هذه الحالات الدقيقة. ولدينا ولله الحمد في المستشفى الخبرة والتقنيات اللازمة لمتابعة هذه الفئة من الحالات. أيضا نقدم القسطرة القلبية التشخيصية والتداخلات الغير طارئة، وهي الحالات الانتقائية التي يتم تحويلها عن طريق العيادات، حيث نقوم بتشخيص وعلاج التضيقات في الشرايين التاجية. من الإجراءات أيضا المميزة في القسم لدينا إصلاح وزراعة الصمامات القلبية عن طريق المداخلة عبر الجلد، أي بدون جراحة قلبية. طبعا المشفى يعد أحد المراكز رفيعة المستوى في مجال زراعة الصمام الأبهري عبر القسطرة على مستوى الدولة والمنطقة. هناك أيضا قسم متميز في تشخيص وعلاج اضطراب كهرباء ونبضات القلب، وهو قسم مجهز بأفضل التقنيات، يشمل ذلك زراعة أجهزة تنظيم ضربات القلب بمختلف أنواعها ومتابعة حالاتها في عيادات كهرباء القلب التخصصية. كما يقوم هذا القسم بإجراء دراسة كهرباء القلب في حالات التسرعات القلبية المختلفة الأذينية منها والبطينية، ومعالجتها حسب مقتضيات كل حالة على حدة، إما بالكي البارد أو زراعة أجهزة الصدمة الكهربائية وما إلى ذلك من معالجات. أيضا يقدم القسم خدمة العيادات الخارجية والتي تقدم المتابعة بعيادات تخصصية لكل من مرضى قصور القلب ومتلازمات نقص التروية القلبية الحادة والمزمنة، وهناك أيضا عيادة خاصة لمتابعة مستوى سيولة الدم في المرضى الموضوعين على دواء خاص يدعى الوارفرين لسبب قلبي، مثل المرضى اللي عندهم صمامات معدنية أو اللي عندهم خثرات في القلب أو بعض حالات الرجفان والرطب الأذينية والخثرات الرئوية. أخيرا وليس آخرا، هناك أيضا برامج إعادة تأهيل تقدم لمرضى قصور القلب ومرضى متلازمات القلبية الشريانية الحادة بعد أن يتلقوا العلاج الكامل في المستشفى ويتم تخريجهم للمنزل. هؤلاء المرضى جميعهم يعطون مواعيد للمتابعة في عيادات التأهيل الصحي. ممتاز. دكتور أكرم، لفت انتباهي موضوع إعادة التأهيل، شو المقصود بإعادة التأهيل لمريض القلب؟ المقصود فيه طبعا معظم المرضى الذين يصابون بنوبة حادة تستدعي دخولهم المستشفى، هذه النوب من
نوع في قصور القلب أو تفاقم شدة القصور القلبي، فيتم إدخالهم إلى المستشفى بسبب تراكم الماء. ممكن أن نقول أن تراكم الماء على الرئتين، نعم. أو حالات الودمة الرئوية ما نسميها. الحالات الأخرى هي حالات نقص التروية الحاد أو احتشاء العضلة القلبية. هؤلاء المرضى بعد تخريجهم يكون لديهم برنامج محدد كيف يعودون إلى الحياة الطبيعية، بالذات نركز على الجهد الفيزيائي. لا يجب أن نقول لهم اجلسوا في المنزل بدون حراك، فذلك بالطبع يعني يؤدي لزيادة سوء وظيفة القلب، ولا يجب في نفس الوقت أن يعودوا إلى الجهد الفيزيائي الشديد الاعتيادي الذي كانوا عليه. سيتم وضعهم ضمن برامج خاصة بالتعاون ما بين أطباء القلب ومجموعة العلاج الفيزيائي ضمن المستشفى، ويتم تدريبهم كيف يعودون بشكل تدريجي إلى الجهد الفيزيائي المطلوب. ممتاز. دكتور أكرم، بما نتكلم عن أمراض القلب وغيرها، كيف الكوفيد 19 أثر على موضوع أمراض القلب؟ هل هناك علاقة بينهم؟ هل هناك علاقة على هل هناك تأثير على مرضى الكوفيد اللي يصابون بمرض كوفيد 19؟ الحقيقة يعني بداية نسأل الله عز وجل الصحة والسلامة والخلاص من هذا الوباء في أقرب وقت إن شاء الله. آمين. الشيء اللي يعني لازم نتحدث فيه هو أن منذ البدايات الأولى للجائحة تبين وجود ترافق في كثير من الحالات، مع وجود دلائل سريرية ومخبرية على حدوث أذيات في عضلة القلب، لكن بقيت آلية حدوث هذه الأذيات مبهمة في البدايات. رويدا توصل العلم لمعرفة عدة آليات لهذه الأديات، وبذكرها بعد قليل. وطبعا مع وجود سلالات وموجات متعددة للفيروس، كان هناك طيف متنوع من شدة الإصابات القلبية، يتراوح من الخفيف أي اللا عرضي والذي يتم اكتشافه بالصدفة أثناء تقييم مريض الكوفيد 19، فلا يكون هناك تغير في تخطيط القلب ولا يكون هناك تأثر في وظيفة العضلة القلبية، انتقالا إلى وجود حالات تماما غير مستقرة مثل الاحتشاءات القلبية، قصور القلب، اضطراب كهرباء القلب، وانتهاءا بحالات الصدمة القلبية وتوقفات القلب. فبالطبع كان في تأثير واضح. طبعا هاي الشدة اختلفت دوما باختلاف المتحور السائد في هذا المكان أو ذلك من الدول، وأيضا باختلاف الأشخاص المصابين من ناحية العمر، من ناحية الأمراض المرافقة، من ناحية الاستجابة المناعية لكل شخص. طبعا يعني بداية كان العلم يكتشف الآليات رويدا حتى وصلنا إلى 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 مجموعة كبيرة من الآليات، يعني ممكن نذكرها إذا الوقت يسمح. ما بعرف إذا وقتكم يسمح ممكن الله يسر. طبعا هو وجدنا أنه هو بداية كغيره من الفيروسات ممكن يحدث أذية في عضلة القلب بشكل مباشر، وهذا ما نسميه بالتهاب العضلة القلبية أو الميوكاردايت. وهذه نسبتها كانت مهمة في هذا الفيروس، ما هي بنسبة قليلة. الآلية الثانية هي أذية العضلة القلبية بسبب نقص مستوى الأكسجين بشكل عام عن الجسم، بسبب وجود ذات رئة متوسطة أو شديدة يحدث نقص في الأكسجين بشكل عام في الدم، ويتأثر كامل الجسم ومنه القلب، ويحدث نقص في التروية القلبي وبالتالي أذية في عضلة القلب. إحدى الآليات أيضا ما يدعى بالأذية الناجمة عن الزيادة في حاجة القلب للتدفق الدموي أثناء وجود أي حالة التهابية في الجسم، وجود ارتفاع حراري يطلب من القلب جهد أكثر من الوضع الاعتيادي، لأنه يطلب منه التسرع القلبي، يطلب منه ضخ كميات أكبر من الدم لوجود ارتفاع في الحرارة ومتطلبات في الاستقلاب أكثر في الجسم هنا وهناك. ولكن بوجود إصابات في الشرايين، رغم أن هذه الإصابات كانت معاوضة في الحالة الطبيعية، أثناء المرض تصبح غير كافية لأن المطلوب من القلب هو جهد أكبر أثناء هذه الإصابة. فهنا أيضا يحدث ما يسمى بالديماند سبلاي إسكيميا، واللي يؤدي أيضا إلى حدوث أذية في عضلة القلب. إحدى الآليات أيضا هي ما يدعى بمتلازمة القلب المكسور أو المصعوق. هذه تكون عبارة عن اعتلال عابر
في وظيفة القلب عادة ما يكون متراجع 100%. هذا الاعتلال يحدث نتيجة أي شدة يتعرض لها الجسم لسبب مرضي أو نفسي. أحيانا يعني كنا نشاهدها بشكل أكبر لدى الإناث مثلا الذين ليسوا هم في أعمار يشتبه أنها مصابة بجلطة قلبية بسبب التكلس في الشرايين، إنما أعمار باكرة لكن بسبب شدة نفسية معينة يأتي إلى المشفى بتغيرات في التخطيط وتغيرات في إيكو القلب مشابهة للجلطة القلبية، ولكن عندما نجري تصوير الشرايين نجد أنها طبيعية 100%. عادة هذه الحالات تتراجع بشكل كامل خلال فترة أيام إلى أسابيع. أيضا من الآليات طبعا المتعددة، هناك سوء وظيفة أو التهاب حتى في الشعيرات الدموية الصغيرة وهي قد تحدث احتشاءات أيضا. الحقيقة اللي أكثر شيء يعني نخشاه في هذا الفيروس هو قدرته في بعض الحالات على تفعيل استجابة مناعية عامة شديدة، وهي ما تدعى بعاصفة السيتوكينات أو السيتوكين ستورم. هذه الحالة تتسبب بفرط تخثر في الدوران الوريدي وإلى درجة أقل في الدوران الشرياني، ومثل ذلك الصمة أو الخثرة الرئوية والقطارات داخل الشرايين القلبية والتي تحدث حتى في الشرايين السليمة منها. هذا يعود طبعا لقدرة هذا الفيروس على تفعيل الجهاز المناعي بشكل مفرط. من الآليات أيضا المهمة في هذا الفيروس هي قدرته على تفعيل التضيقات الشريانية التاجية المستقرة. سيكون لدى الشخص المصاب لويحات كوليسترولية عصيدية مستقرة نسبيا، يقوم الفيروس بتفعيل الحدثية الالتهابية فيها كجزء من تفعيل الالتهاب في الجسم ككل، وبالتالي يؤدي لحدوث تمزق أو تعري بسيط في هذه المنطقة بالذات، فتصبح منطقة تجمع سريع للصفيحات الدموية، وذلك يؤدي لتفعيل عوامل التخثر مما يتسبب في انسداد هذا الشريان، وهذا ما نسميه بالاحتشاء التاجي الحاد. الحقيقة يعني الآليات متعددة، ولكن يعني ولله الحمد المعالجات كانت تتحسن رويدا رويدا، وإن شاء الله يعني ندعو الله عز وجل أن يزيل هذا البلاء يعني عن الجميع في القريب العاجل إن شاء الله. دكتور أكرم، بخصوص الحين التطعيم ومرضى القلب، واجد هنا أسئلة لما يكون في العيادات أن أنا مرضى القلب هل تنصحوني أخذ التطعيم أو لا، فشو رأيك أنت موضوع التطعيم ومريض القلب؟ الشيء الأهم ذكره هنا يجب أن نوازن بين شيئين. هذا الشخص هل تعرضه لفيروس كورونا كإصابة سيكون عليها أخطر، أم أخذه للقاح سيكون عليها أخطر؟ صحيح. حتى الآن لا نستطيع أن نقول أن اللقاحات آمنة 100%، وطبعا تحتاج بجود إلى عدة سنين ليظهر كامل تأثيراتها، لكن على المدى القريب المنظور التأثيرات الجانبية للقاحات أقل بكثير من التأثيرات التي يمكن أن تحدث لمرضى القلب في حال إصابتهم بفيروس كوفيد-19. لذلك كانت النصيحة من البداية أن الحالات العالية الخطورة منهم أمراض القلب أو المرضى الذين لديهم ارتفاع في التوتر الشرياني أو مرضى السكري، مرضى القصور الكلوي إلى آخره، كل هذه الفئات ينصح بأن تأخذ التطعيم حتى نستطيع وقايتهم من حالات ذات الرئة الشديدة والمضاعفات القلبية الشديدة التي يمكن أن تنجم عن إصابة بالفيروس نفسه. أكيد أكيد. إذا جئنا إلى الحالات الحادة، مثلا لدينا مريض عنده احتشاء حاد في عضلة القلب أو قصور حاد في عضلة القلب الحين، هذه الحالات يفضل تأجيلها إلى شهر من تخرجها من المشفى من الحالة الحادة حتى تستطيع أخذ اللقاح، حتى إذا حصل أي تأثير جانبي على الوضع القلبي يكون المريض أساساً خارج الفترة الحادة للإصابة. صحيح. فهذا كان توجه من البداية أن الناس اللي أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الكوفيد 19 منهم الناس اللي عندهم مشاكل في القلب، قصور في الكلى أو رئة وغيرها، مثل ما قال دكتور أكرم كانت توجهات من البداية أنهم يسرعون في أخذ اللقاح. فهذه رسالة للجميع، أي حد عنده شخص في البيت للحين متردد أو خايف يجب أن يأخذ اللقاح مع الجرعات الداعمة خوفا من أصيب بالفيروس. مضاعفات الفيروس على هذا الشخص اللي يكون عنده وظائف القلب
القلب يعني أقل من غيره أو وظائف الرئة قد تكون مضاعفاتها أخطر من الفيروس نفسه. دكتور أكرم، هناك رسالة، ما هي أعراض أذية عضلة القلب؟ أتوقع يعني سؤال شوية واسع، لكن يعني بالمختصر نقول كيف الشخص يعرف أن هناك أذية حصلت لعضلة القلب؟ نعم، يعني كما ذكرتي والإجابة تكون واسعة على هذا السؤال، لكن مرضى، يعني كما أسلفت، مرضى الكوفيد 19 قد تحصل لديهم أذية قلبية بدون أن يشعروا. وغالبا في هذه الحالات تكون الأذية القلبية خفيفة، نقول غالبا ليس دائما، بس معظم الحالات تكون خفيفة. كيف يتم كشف ذلك في الحالات اللاعرضية أو الحالات الخفيفة؟ ليس من سبيل إلى ذلك سوى إجراء الفحوصات المخبرية، فنجري تحليل لأنزيمات القلب يدعى التروبونين. التروبونين هو تحليل عالي الحساسية لوجود أذية أو نخر في العضلة القلبية. وجود ارتفاع في هذا الأنزيم يدلل على وجود أذية في عضلة القلب ناجمة عن الإصابة بهذا الفيروس. وطبعا هناك آليات متعددة لهذه الإصابة، ما هي بالضرورة أن تكون انسداد في الشريان كما ذكرنا. الآليات ليس بالضرورة أن يكون الأذية القلبية هي انسداد في الشريان، قد تكون أذية مجهرية بسيطة تمر بدون أي عواقب، وقد سبحان الله تكون أذية شديدة تترافق بتغير في تخطيط القلب، تغير في وظيفة العضلة القلبية، وقد يكون أيضا فيها إصابات في الشرايين. فنقول بشكل عام الأعراض المهمة التي يجب على المريض أن يتوجه إلى المستشفى في حال حدوثها أثناء إصابته في مرض الكوفيد، نذكر الأعراض القلبية بشكل خاص، هي وجود أي ألم في الصدر، ثانيا وجود ضيق في النفس، وضيق النفس هذا مترقي وليس فقط هو عبارة عن نقص في الأكسجين. عدا عن ذلك وجود تسرع في ضربات القلب إذا حس المريض بخفقان، أو إذا تم قياس عدد ضربات القلب ووجدنا أنها أكثر من 100 من 120 في الدقيقة، فهذا وجود دلالة على وجود تسرع قلبي. بعض المرضى يحدث لديهم تباطؤ في ضربات القلب، وقد يترافق ذلك مع حدوث دوخة أو خفة، شعور خفة في الرأس، فهذا كمان قد يكون أحد دلائل نقص النتاج القلبي. دكتور بس أقاطعك، عندنا مداخلة عن طريق الهاتف عشان ما نطول على المستمع، سامحني عشان ما نطول عليه. صباح الخير. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا أخوي تفضل. أنا عندي سؤال بس دكتور، الله يبارك فيك. تفضل. أنا كان عندي، أنا كنت عامل كدت لي جلطة وعملت دعامات وأسطرة ودعامات ثلاث دعامات، وكان عندي 25 من 25 إلى 35 من عضلة القلب لا يعمل. وبتابع لغاية دكتور في المستشفى عام وبتابع، بس بالنسبة للتطعيم أنا أخذت الأربع ثلاث جرعات اللي هما سلوفان والفايزر، مش عارف هل ده مضر بالنسبة لأني أو خذ ثلاث جرعات؟ خذ ثلاث جرعات أيوة. اثنين السينوفان؟ اثنين سلوفان وواحد لا الفايزر. وواحد فايزر. أوكي إن شاء الله أخوي تسمع الإجابة إن شاء الله. شكراً، يعطيك العافية. شكراً. تفضل دكتور أكرم. الله يزيد فضلك. طبعاً نتمنى لك السلامة والعافية أولاً. الشيء الثابت حكماً إن شاء الله أن في حالتك لا يوجد أي أذية مهمة من اللقاحات. أنت تعرضت لأذية في عضلة القلب كان السبب فيها على ما يبدو هو انسداد في الشرايين القلبية، وتمت معالجة ذلك عن طريق القسطرة وتوسيع الشرايين وزرع الدعامات، والحمد لله بعد ذلك الأمور كما يبدو مستقرة. الآن أخذ اللقاحات حكما لا يحدث أي ضرر بالنسبة لهذه المشكلة، بل على العكس هو إجراء قد يحميك من حدوث التهاب بسبب فيروس كورونا، وبالتالي قد تكون مضاعفاته أشد بكثير. رأينا الكثير من الحالات لدى المرضى الذين لديهم تضيقات مستقرة في شرايين القلب، ولكن حدوث التهاب بفيروس كورونا أدى إلى تفعيل هذه التضيقات المستقرة، وبالتالي دخول هؤلاء المرضى إلى المشفى بسبب احتشاءات أو جلطات حادة. على العكس تماما، أخذك لهذه اللقاحات
هو مثبت علميا أنه مفيد ويحمي من الوصول إلى اختلاطات قد تكون كارثية على صحة مرضى القلب. ممتاز، أنا شاكرة للدكتور أكرم جهاد الريشاني أخصائي أمراض القلب في مستشفى راشد مداخلتك معنا اليوم، المعلومات القيمة اللي شاركتها معنا بخصوص خدمات قسم أمراض القلب وأمراض القلب بشكل عام. شكرا للدكتور. يا أهلا وسهلا، شكرا لك ولمستمعينك الكرام، ونتمنى لكم يوم سعيد إن شاء الله. شكرا ونهارك سعيد. طبعا دكتور أكرم يعني صراحة يعني أثرى الحلقة بالمعلومات الجميلة وبإجابته على الأسئلة المختلفة سواء كان أسئلتي أو أسئلة المستمع، شاكرين لهذا هالتواصل الجميل معنا والمعلومات القيمة، وإن شاء الله المعلومات اللي قدمت تستفيدون منها، وإذا عندكم دائما نقول أي موضوع حابين نطرحها أي سؤال عندكم ممكن تواصلون معنا خلال الحلقة على 600 على 6005 5414 ورسائل نصية على 4006. معنا كان اليوم في التنسيق ميرا المري، وكان معي في الإخراج نمر محمد عبدة، ومحدثتكم دكتورة ندى الملا. إن شاء الله كنا خفف عليكم اليوم على الهواء، إلى أن ألقاكم إن شاء الله أنا الأثنين القادم وزملائي بيكملوا معاكم حلقات صحة وسعادة هذا الأسبوع. أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.